مشاهدينا الكرام متابعي قناه الاقتصاد والفلاح، سواء بتشوفنا على اليوتيوب اشترك في القناه وضغط لايك، ولو بتشوفنا على الفيسبوك وما تنساش اضغط لايك للفيديو، هيوصلك كل جديد بعون الله من داخل مزرعه ابو العزم كبشين او سيمي. ما شاء الله حجم وخشانه، القش ابيض كاسر جوز والكبش الثاني كاسر 6، وما شاء الله تحويل ممتاز وحجم، ربنا يبارك لصاحب النصيب. الكباش طبعا احنا عارفين ان الكبش او الطلوقه ايا كان المسمى هو اساس اي قطيع، يعني مجموعه النعاج اللي بتقف معاه مواصفات كبش مميزه بتديك انتاج ممتاز بعد كده في الخلف. لو عندك 20 مثلا نتاية او 15 ام وجبت لهم كبش كويس بيغير الانتاج جذريا، يعني الكبش هو اساس القطيع زي ما بنقول. لذلك لو عايز تنتج اوسيمي او عاوز تنتج وتهجن مع سلاله زي العساف عشان تديك مواصفات برن، ممكن تجيب الطلوقه او سيمي مع نتايات عساف، او ممكن العكس ان شاء الله هتكون نتائج ممتازه. العنوان مزرعه الحاج كمال ابو العزم كرداسه الجيزه 011-218-740، وما تنساش لايك واشتراك في القناه يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.